اقول لكم حاجه، انتوا لازم تشوفوا الخلفيه بتاعت يعني كم النقاشات اللي احنا بنتكلمها عن الستات والرجاله والزعيق والخناق واحنا وماما وبابا والكلام ده، مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. بس عندنا النهارده يكون موجود معانا صديقنا وسيم ويليام. وسيم مش اول مره، وسيم جانا قبل كده. النهارده هو عامل لنا حاجتين، عامل لنا طاجن فريك باللحمه الضاني وعامل لنا كيك البسبوسه، صح كده؟ منور يا وسيم، ده بتعمل لنا حاجات صعبه على فكره. عملت لنا ممبار قبل كده. انا مش من هوايات الفريك، تمام، بس ممكن يعني ممكن احبه لو بس ده رائع للدايت. يعني احنا عاملينه بطريقه جديده، احنا حاطين عليه الموتزاريلا من فوق. ممكن يبقى تغيير طعمه شويه. طب قول لي المقادير ايه. تمام، احنا عندنا فريك. الفريك ده احنا بنغسله كويس وبننقعه لمده ساعه. عندنا لحمه ضاني، ملح، فلفل، صلصة، بهارات، لحمة. عندنا عيدان قرفة، حبهان، ورق لورا، جزر، كرفس، جوز الطيب، بصل وتوم، وعندنا فلفل حامي وجبنة موزاريلا. احنا في الأول مفيش مشكلة، احنا في الأول لحمة الضاني دي غلينا مية وحطينا فيها الجزر والكرفس ورق اللورا والحبهان وملح وفلفل وجوز الطيب وعيدان القرفة اللي هو اللي بيقول عليه البوكيه جرنيه، وأخدنا منه الشوربة اللي موجودة معانا وأخدنا منها اللحمه الضاني اللي موجوده. اول حاجه بنعملها معانا احنا نقعين الفريك لمده ساعه وغسلينه في ميه عاديه عادي. اوكي، تمام. احنا بنحط اول حاجه عندي زيت طبعا، وبما ان لو ضاني وموجوده ليا يبقى شيء رائع، يعني هيبقى تقيل قوي 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 قوي. لا ما هي الاكله دي تقيله جدا يعني. تقيله؟ طبعا. بنحط عندنا اول حاجه البصل، تمام، وبنحط بعد كده عندنا الثوم، تمام. وبعد كده بتجيب عندنا عندك هنا صلصه. ها، تمام. بننزل اللحمه بتاعتي خلاص. هما بنخلي اللحمه تاخد وش كده، اوكي، وتختلط بالثوم وال وتاخد ريحه كده وتشعشع بالظبط. طبعا انا بحط عندي البهارات بتاعتي، هي اللي حطيتها في سلق اللحمه. بحطها اللورة. وادي اللورا، وادي الحبهان، ملح وفلفل. ملح وفلفل اهو، ادي فلفل طبعا، وبزود الكميه شويه عشان بعمل حساب الفريك اللي هحط عليه. احط كده، ماشي، تمام. طب احط ايه؟ وعندي عود قرفه، كميه التوابل زياده شويه عشان تمام. اوكي، فلفل طبعا ده اساسي. وبعد كده عندنا جوز الطيب، تمام بالظبط، تمام. يبقى بس بقى تاكلها كده ويعني وتخش تنام خلاص يعني. بالظبط. باخد وش يعني تتاخد وش وتحمر عندي اللحمه. أوكي. هي اصلا اللحمه كده كده اصلا مسلوقه وجاهزه يعني مستويه يعني. تمام تمام. خلاص هي كده. الفريك بقى بنعمله ازاي؟ احنا اول حاجه هنحط عندنا الصلصه. نحط الفريك الاول، مش مشكله، بنتشرب هي هي. ممكن احط حبه صغيره. هنحط الفريك بتاعي. ما نحطش الكميه كلها عشان بس نوري كل اصدقاء. تمام تمام. وهنقلب، اهم حاجه هنقعد نقلب شويه عشان إيه بقى؟ يعني خمس دقايق هو كله مستوي، بس احنا عشان الطعم للفريك ياخد بالظبط. ياخد الطعم دوت. والاكله دي يعني منين؟ من اي محافظه؟ صعيد. صعيد. شتا اكلهم حلو. هو الفريك اصلا ده صعيدي. ولما الفريك يبقى صعيدي كمان. تمام. فعلا الشتا ده بيدي الالياف دي كويسه قوي للناس اللي بتشتكي من القولون والحاجات دي. وادي الشوربه من 100 مره. فادي الشوربه، انا هقلب اقلب كويس. حط شوربه. احط لك شوربه؟ تمام. بس الفريك ده كمان. لا كمان 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 كمان، هو كانه رز. كمان مهم يتنقع ساعه بس عشان يستوي. بالظبط ساعه. انا عندي حل من الاثنين يعني، انا هقعد اقلب شويه يا ياخد غلوه هنا. اوكي، ويستوي. الميه هتنقص كده كده. وبعد كده احطها في عندي في الطاجن بالظبط. وادخلها الفرن. طب ناخد، خلينا ناخد غلوه بالطاجن صعيدي النهارده. جميل. بعد ما ياخد الغلوه، بعد ما ياخد غلوه وينشف هقوم حاطه، وبعد كده اقوم حاطط الجبنه الموتزاريلا. يعني انا الاول هدخلها الفرن تستوي، وبعد كده لما خلاص تستوي والشاي يبتدي يحمر لوحدها اقوم مطلعه وحاطط الجبنه الموتزاريلا في الوش ومدخلها على الشوايه من فوق. الجبنه الموتزاريلا تسيح وتطلع زي اللي هي موجوده. تمام. انا اقلب لك، انا شويتي هنا في. تمام. وسيم بقى الحلو عندنا بقى كيكه البسبوسه. كيكه البسبوسه ليه اسمها كيكه وليه ليه؟ لان هي مقاديرها زي اللي احنا بنستخدم السميد الخشن بتاع البسبوسه. وفي نفس الوقت بنستخدم الدقيق اللي هو بيتعمل من الكيكه عادي. أوكي. تمام. احنا هنجيب عندنا بوله.
بتمكس الدقيقين مع بعض، الدقيق العادي ودقيق البودر. اه ممكن تقول المقادير الاول. المقادير بقى معانا هتنزل عشان احنا عندنا كوبايه دقيق وكوبايه سميد اللي هو بتاع البسبوسه، وعندنا واحد كوب زيت، وعندنا كوب وشويه جوز هند، ونص كوبايه سكر، وثلاث ارباع حليب جوز الهند. لو ما فيش حليب جوز الهند اللبن العادي هو هو، ما فيش اي مشكله خالص. لما قالوا للحلو للشعر وكده فاكره مفيده. تمام. وعندنا بعد كده زبيب ومعلقه بيكنج باودر ومعلقه فانيليا، يعني هي قريبه من ال هنحط كله على بعضه الكيك. هنحط كله على بعضه، مش محتاجه. لو انت عايز مضرب اهو. يا ريت. اوكي طيب، قبل ما انت تحط الحاجات دي، احنا عندنا بكره ايه بقى؟ بكره ان شاء الله يوم متميز جدا، معانا الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، وهيكون الحوار هيديره معانا الاستاذه المحاميه والناشطه نهاد ابو القمصان، والاستاذه المحاميه دينا عدي حسين، والاعلاميه اللذيذه زميلتنا ريهام السهلي. ان شاء الله هيشرفونا. انتظروا حوار سخن جدا ان شاء الله. طيب انت حطيت كل انا حطيت الدقيق والسميد ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره فانيليا. تمام، كلام جميل. انا بحط الاول الايه الحاجات البودره الاول، بعد كده بحط عندي جوز هند طبعا، وبعد كده بحط في النص برضو زبيب. زبيب، وهتحط سكر. تمام، وهحط سكر. لو حط اللبن، اللبن جوز هند بس كده. بس وخلصنا الموضوع بسيط. هقلب الاول الحاجه البودره دي مع بعض، وبعد كده احط عندي لبن جوز الهند. وبعدين هضرب كويس قوي، اضربها كويس لحد ما يمتزجوا كده، وبعد كده احطها في البايركس بتاعي على درجه حراره. دي اسكندراني بقى يا وسيم، ولا عامله زي الهريسه والحاجات دي الاسكندراني ولا لا؟ شبه الهريسه والحاجات دي بالظبط. انا شفتها من على النت بصراحه. السميد ده سميد البسبوسه. البسبوسه والدقيق دي كيكه. والدقيق كيكه. وما بتعرفش تعمل بقى شربات يعني؟ لو بعدها خالص بقى بنحط بعدها شربات او عسل، اللي هو الميه وال. طب قولي جميل، قولي بتاخد وقت قد ايه في الفرن؟ بتاخد 40 دقيقه على الفرن على درجه حراره 170. خلاص 40 دقيقه بالظبط. بقعد اقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات دي بتمتزج بس، وبكون مشغل الفرن ومسخنه الاول. واحنا هنا الفريك اهو اللي احنا طبعا بالظبط. انا بقعد اقلب اقلبه اقلب كويس، وكل ما اقلب كل ما الميه تبتدي تقل وتنشف. طب ما هي هتنشف في الفرن، مش ممكن يكمل بقى؟ ممكن اكمل في الفرن. تخش في الفرن، بس انا بقول عشان لو تبقى اسهل في طريقه تانية. في ناس بتغلي الفريك بميه قبل ما تحطه، بيستوي الاول، يعني بتنقعه نص ساعة وتنضفه. لا بس انا عارفة ممكن تغليه مية سخنة. لا علشان النقع ساعة دي حلوة. النقع ساعة واحطه مع اللحمة ياخد كله بيمتزج مع بعض. بيتشرع منها ومن البهارات والثوم كله بيمتزج مع بعضه. ودي انت قلت لي 40 دقيقة؟ 40 دقيقة بدرجة حرارة 170. تمام. بحط الكلام ده كله. حلوه الفكره دي. بعد 40 دقيقه بيطلع المنظر اهو. يعني هي بصوا شربات زي البسبوسه. شربات زي البسبوسه بالظبط. هي فعلا عامله زي الكيكه، يعني انا عايزه اجيب سكينه اوريها. كيكه مبسبسه، عارفه؟ كيكه مبسبسه. بس وبنحطها في الفرن. حلوه حلوه الكيكه المبسبسه دي. كيكه انا بس لما نقطعها اقدر انا بس، يعني هي الفرق ما بينها وما بين الكيكه العادي ان انا ما حطيت عليها دقيق، صح؟ ده اللي انت عايز تقوله لي. تسلم ايدك وسيم. في ناس عايزاك تعمل لنا تاني الممبار، تعلمنا، لان برضه صعب. او لا ده سهل جدا اللي يعني. لنا ان شاء الله. حلو، شرفتنا بجد، شرفتنا ونورتنا. تسلم ايدك. شكرا. تسلم ايدك يا وفينا. ميرسي جدا، ميرسي، نورتنا يا وسيم. وزي ما احنا قلنا بكره انتظروا حلقه جديده سخنه جدا على الهواء مباشره. هيكون معانا نقيب المحاميين واستاذ سامح عاشور، ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. استاذ ما فيش اللي